الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتكلم اليوم في الضمان. الضمان أحد العقود الموجودة في الشريعة الإسلامية التي يحتاج إليها الناس حتى تتم الاتفاق والمساعدة والتعاون على البر والتقوى. يقول فصل: ويصح الضمان ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضامن على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لا يجب إلا درك المبيع. طيب الضمان يعني إيه؟ اتنين في السوق، واحد بيشتري بضاعة فوجد مثلا ثوب عند رجل بائع، قال انا عايز من الثوب ده 100 حبة، على رأي السعوديين عايز 100 ثوب من هذا الثوب. الرجل قال له مش عندي دلوقتي، هجيبهم لك في المخزن بس اقبضني الثمن كله. فيجي واحد فيقول له بس انا ما اعرفكش، افرض اديتك الثمن كله وانت ذهبت وما اعرفكش، هجيبك منين وتجحد السماء. أم يجي واحد من الخارج يقول له للمشتري أنا أضمن لك أن يأتيك بالمئة ثوب. فهنا أتى الضامن فضمن المشتري للبائع، فيقوم بائع دفع الفلوس كلها وبعدين يضمن الضامن ده المشتري في أنه يأتي بالمئة ثوب، ما جابهمش يرجع المشتري على الضامن، والعكس أيضا. الراجل قال له أنا عندي المئة ثوب هم موجودين في المحل، خدهم وادفع الفلوس. قال له أنا معيش فلوس دلوقتي، المشتري معهوش النقد الآن، سأذهب وآتي بي. قال ومن يضمن لي ليك في المتسو؟ أم جاء واحد يعرف المشتري فقال أنا للبائع، قال أنا يعرف المشتري فقال للبائع أنا أضمنه لك، فعند ذلك إيه يضمن للبائع ثمن المائة ثوب ويأخذ المائة ثوب المشتري ويذهب به. إذا ما جابش المشتري الثمن يأخذ البائع الثمن من إيه الضامن. فدي صورتي الضمان، إما ضمان البائع أو ضمان المشتري. طيب ويصح ضمان الديون المستقرة بشرط أن يكون العقد تم والدين استقر، لكن لو لسه بيتجادلوا يبقى ما فيش ضمان. واضح؟ يبقى ما تمش العقد عشان تستقر الديون عشان يحدث الضمان. فالأول أن تتم العقود وتحصل، وعند ذلك يأتي الضامن فيضمن بعد ذلك في سداد الديون. أن تكون يصح الضمان الديون المستقرة في الذمة. ذمة يعني إيه؟ في عين ودين. العين ده اللي هو المال اللي قدامي دلوقتي، الدين تكون في ذمة الإنسان، ذمته عامرة بالدين. تنفعك دي في يبقى الذمة دي اللي هو إيه؟ عمار الذمة من الأشخاص بالديون. إذا علم قدرها، مش يقول أنا ضامن وخلاص، لازم يعلم القدر اللي هو هيضمن خلاص. ولصاحب الحق اللي هو المضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، مطالبة الضامن أو المضمون عنه. يعني هنا ما تبرأش الذمة المضمون عنه، لا ده بيفضل برضه خلاص، بخلاف الحوالة بتبرأ ذمة المحيل. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. افرض راح المضمون عنه جاب الفلوس وسلمها للبائع خلاص، يبقى هنا برئ ذمة ايه الضامن خلاص، المضمون عنه جاء بالدين وسدده للمضمون له، فبرئت ذمة ايه الضامن عند ذلك.
إذا كان الضمان على ما بينا أي من شروط الضمان، وإذا غرم الضامن جاء الراجل ما جابش الفلوس في وقتها، يبقى الضامن غارب راح دافع للإيه مضموني له ثمن الشيء، يرجع على المضمون عنه اللي هو ضمن، يرجع عليه ضمنه. وإذا غرم الضامن أي دفع للمضمون له رجع إلى رجع على المضمون عنه بالدين. ماشي؟ ها؟ تاني ولا ماشي؟ طيب، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، بشرط أن هو يكون الضمان ده فلان ضمني وهو ما ضمنوش، لازم يكون فيه إذن بأنه ضامن أي إقرار بالضمان، أن يعني يكون إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ما يجيش واحد يضمن واحد والتاني مش عايزه يضمن. افرض هو أنا لي حق عند واحد ومش عارف أتوصل إليه، وأنا بتحايل أن أنا أعمل معاملة معاه عشان أخد حقي، فقلت له بيع لي كذا فأقبضني الفلوس فأخدتها، اللي هو بينكرها وجحدها، خلاص بقت مالي في ايدي، ما يجيش واحد يضمنني. اذا ضمن عند بغير اذني يبقى انا اقول له لا، انا اخذت حقي منه، روح انت بقى، انت ضمنت روح اتصرف معاه. فاهمين المعامله دي؟ طبعا يجوز. ها؟ ضمن يكون معرف للمضمون له والمضمون اليه. لا مش شرط الضمن عند الاثنين. مش شرط عند الاثنين، شرط لمن يضمن له بس. ما هو الضامن المضمون له هو اللي عايز بس يكون ايه ضامن، يعرف الضامن. ليه؟ انت بتقول انا ضمنت واحد وانا عارفك، خلاص. لكن انت ضمنت واحد وانت ما تعرفنيش، ايه طب انا هسلم لك ازاي في الضمان؟ ان يكون مضمون، ان يكون يعني بالظبط ايه، انت البائع والتاني هيجيب الفلوس، فالضامن يكون عارف الاثنين، لكن يكون معروف عند الايه المضمون له اكتر، اللي هيجيب له الفلوس اللي هو هيضمن له. واضح الصوره اللي انا بقولها ايه؟ ان يجب ان يكون الضامن اذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، اذا كان الضمان ها والقضاء باذن المضمون عنه، باذن المضمون عنه. ما ينفعش واحد يضمن واحد من غير ما يكون المضمون عنه ده وافع على الضمان. زي الصورة اللي بقولك عليها دي، رجل أخذ مني مالا واغتصبه، فقلت له اعطني مالي فجحده وقال له ما لكش حاجة عندي، فقعدت اتحايل عليه عشان أخذ المال بتاعي، ها، وقلت له طب اديني فلوس هشتري لك حاجة وكده، رحت واخد منه حاجة على أنا فلوس على أنا أجيب له الأشياء دي، وبعدين قلت له لا خلاص دي ايه، ما يجيش واحد يضمنني في الحالة دي. الضمان لا يكون الا باذن المضمون عنه، الضمان والقضاء باذن المضمون عنه. اي ان الضامن لو، لكن في حالة لو ان المضمون عنه ادى للمضمون له المال خلاص، لكن المضمون الضامن لا يؤدي الا بعد موافقة المضمون عنه على الضمان وعلى القضاء بإذنه، بإذن إيه المضمون عنه في الضمان والقضاء. ولا صح ضمان مجهول، يقول له أنا ضمن وخلاص كده بحري، لا ما ينفعش، لازم يعدد يعين ما هو الذي سيضمنه فيه. ولا ما لا يجب إلا درك المبيع، ولا ما لا يجب إلا درك المبيع. ولا يصح ضمان ما لا يجب، إزاي هضمن دين ما سبتش أصلا؟ الدين ما سبتش عشان أضمنه، ازاي يضمنه؟ البيع ما تمش لسه بيتناقشوا، اقول له انا ضامن ولسه اصلا ما فيش فلوس مضمونه، ما فيش حاجه مضمونه. طيب الا مساله ايه، بيع درك المبيع. درك المبيع هي الصورتين اللي انا قلتهم مع بعض، واحد عارف البائع وعارف المشتري والاثنين مش عارفين بعض، والاثنين ده ما معهوش الفلوس وده ما معهوش السلعه كامله، فيجي الايه البائع يقول ايه انا من يضمن لي ان تاتي لي للمشتري، يقول المشتري من يضمن لي ان تاتي ببقيه الثمن، فيقول المشتري ومن يضمن لي ان تاتي ببقيه البضاعه، فيجي واحد يعرف اثنين يقول انا اضمنكم انتوا الاثنين، او لسه العقد ما تمش، الديون ما ثبتتش، لسه العقد ما تمش، فبناء عليه هيتم العقد وده يضمن الاثنين، يضمن للمشتري ان ياتي البائع بالسلعه ويضمن للبائع ان ياتي المشتري ببقيه الثمن او بالثمن كله. ودي مساله ايه، درك المبيع.
فصل: والكفالة بالبدن جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.